سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد او بلوغ جديد بديتو معاكم من محل كيزات سجبار ديال اكسيون. هانتوما كيف ما كتشوفوا هاد اللوان اللي زوينين الصراحه، يحمقوا لي طابي صغيورين، كاين بنوار كاين بلي كولار كاملين. وهاد الطبالي الصغيورين اللي كيجيو في الشكل ديالهم تا هو زويون. كاين بزاف الحويجات لي فيهم زعما الصراحة، قلت علاش لا اللي ما نصور مع البنات هاد لي بلاطو. هادو هذا هو الشكل الاخر اللي كاين دابا في اكسيون. هاد البلاطو هذا كاين في الكري وكاين في الدوري، وهاد لي تخوا هادو تا هما زوين. هاد البلاطويات نتمنى يعجبكم هاد اللوان ديال اكسيون. المهم البنات، المحل راه كيتواجد في القصريه الجديده اللي حدا السبيطار القديم. دابا انا راني جيت باش نحل الدجاج. شوفوا ولدي نوح مسكين ما بقى فاهم والو، بحال فلوسي. الدجاج نوريكم طريقتي في غسل الدجاج. عندي الحامض وعندي الملح. غنبداو بسم الله. كندير الحامض، الملح هي الاولى عفوا، باش كنحيد هذيك الزبده هذه اللي كتكون.
الدجاج ديالي ها هو صافي، ساليتو غسلتو مزيان وخليته في هاد الشبكه يتقطر، من بعد غادي نديرو في الثلاجه. المهم البنات كيف ما كتشوفوا جبت غير الخبز ديال البانيني، غادي ندير غير بصيله نشحرها هكا مع شويه ديال الزيتون مقطع وشويه ديال الكفته هي اللي غادي ندير العشاء. المهم قبل ما نختم معكم هذا الفيديو بغيت نوريكم هذا الفرماج موتزاريلا، راه فيه كيلو مخلط بالفرماج الاحمر، راه غزال غزال بزاف البنات، كيلاق الكغاتا كيلاق البيتزا، كيجي رائع في البيتزا. هذا كناخذو 53 درهم كنحكو، كيبقى عندي الكونجيلاتور هو اللي كنخدم به بزاف د الحوايج، قلت علاش لا ما نوريه للبنات. المهم البنات نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.